بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سلم خلفه يقسمات شو تمت عرفنا قسم أقسام. القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب. زيه مزاف لا يقول التنين كثر يجي. وهو تفسير التوحيد. التوحيد ما بغيه. وقلنا إنه المؤلف رحمه الله بدأ يبين ويظهر لك التوحيد الذي وجب عليك. مؤلفه سلة توحيد قديت أيها النبنا نجاس تمامنا. وتشوقت إليه. عندهم من دون ودون دون قامت إيار الرجل. ولا بد من تحقيقه. ما رجعت من دال النبنا. والخوف من ضده. تكراني المفرات من دال. والدعوة إليه. الري ما رجع من دال. وقلنا إن المؤلف رحمه الله فسر التوحيد بضده فبين أنواع الشرك الأكبر. توحيد بتكراني إيار الرجل من النبنا. نعم، وغير هذا. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم. الرقى الشرعية. أخذنا الفرق بين الرقية الشرعية والرقية الشركية. أنت يا رجل. نعم. شرعية هنا رقى ما يشرك هنا رقى يتمذكر. ما الفرق بين الشرعية والشركية؟ قلنا لابد في الشرعية من شروط ثلاثة. الأول أن تكون من الكتاب. من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفات كانت من باب الدعاء. شرعية هنا رقى كما استرتجم كلمة زمرة بقرآن كحديث وينم. أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. الثالث أن يعتقد أنها سبب. وقلنا لابد أن نعلق الخلق بالخالق. وأخذنا ماذا؟ ما شاء الله. أقسام الدعاء. قلنا الدعاء انقسم إلى قسمين. وأخذنا أقسام الذبح وأقسام الخوف. يا أردن كفلوت شيطانان يا فرات كفلوت شيطانان. الخوف ثلاث أقسام. خوف فرات صوت ثانية كفلوت شيطانان. الأول خوف عبادة، يعني هذا الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى. يا مجمرة يا أملكو يوم نفراتنا عبادة قلبية. يلبي هنا عبادة. ولماذا نخاف من الله؟ لأن نعظم الله. لمن إنه الله من ثروة. الله بطعم سلمنا كبر سلمنا. ونخاف من الله لأنه يعلم السر وأخفى. الله سبحانه وتعالى من ثروة. الله سبحانه وتعالى هو النجر. دبك لن يدبك هنا هو السلم ياك. هذا الخوف صرف لغير الله شرك أكبر. يهننا نفرهات الله سبحانه وتعالى وجل الله كان مستد تلقوا شركنا. كالخوف من الجن من أصحاب القبور. جن المفرات أبروس يعلم سويش المفرات. أما الخوف الطبيعي هذا جائز. تفتروا يهون أفراد يمتفكرنا. يخاف من اللصوص، من النار، من الأسد. ليبالي فرأي تلال، سابلي فرأي تلال، أمبسالي فرأي تلال. نعم. أخذنا أيضا أقسام الذبح. يرد أين تشنت ملكتنا. والنذر. يسلت أين تشنت. وقلنا أن التبرك على قسمين. تبرك والثاني يتكفر على لنا. والبركة لا تطلب إلا من الله. بركاتك الله انجيك الى يفلق بلنا. ولا يمكن ان نتمسح بالاشخاص بالاحجار. نعم. بسويت بدنجيت يدبس البركه لنفلقم ايفكرن. عندنا بعض الاشجار يعلق عليها ويربط عليها ويضع عليها بعض العقد. انياغا عندان دنجيوتين يصفوباتشوال ياسواتشوال يونه نغير يربطوباتشوال. نعم، هذا هو القسم الثاني. ايه ثلاثهو كفلنا. القسم الثالث من الكتاب. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم ذكر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. بزين يكفل صحافيك الله سبحانه وتعالى وجه من ملكوت باتك علي باطل اندهوني يقلت ثبت من رجع قرب ثبت. لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. كالله سبحانه وتعالى وجه أملك يمجبه إلا. ذكر في هذا القسم أبواب أربعة. الزين يوقف اللي أردت بابوتشنا درقوال. في الباب الأول في هذا القسم الزين يوقف اللي يمجمر باب ذكر بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم مملك باطل عندهنا يقلت قبتنا. وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أولى. يا رسول صلى الله عليه وسلم مملك باطل كونا كسات شوش الله من إيمان نقاقر نقرأ. وذكر بطلان عبادة ما سوى الله وذكر عبادة الأصنام. بطلان عبادة الأصنام. قال الله سبحانه وتعالى وجه من ملكنا درج باطل مهنا تشون
طاوت املكو باطل مهونون يجلصوبت نهينيا. في الباب الثاني ذكر بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام. ሁለተኛው ባብ ደግሞ መላእክቶችን ማምለክ ባጢል እንደሆነ የገለጹበት ነው። وفي الباب الثالث ذكر بطلان الشفاعة انه لا احد يستطيع ان يشفع عند الله سبحانه وتعالى الا بعد اذن الله سبحانه وتعالى. ሶስተኛው አንድም አካል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ቀርቦ ማማለድ አይችልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈቀደለት በኋላ وفي الباب الرابع ذكر ان الهدايه هدايه التوفيق لا يملكها الا الله اردت ان يوبد هدايه التوفيق الله انجي الى من لهذا عندما يشيل يجلص يعني دخول احد في رحمه الله او اخراج احد من رحمه الله لا يملكه الا الله عند نسو ود الله رحمه ما سكبات الى انه دمو كالله رحمه ما سوتات الله انجي ليلا ما انم عندما يشير يجلصوبت نو نعم اذا ابواب اربعه اردت بابوش ناتش الباب الاول يمجمروا باب ذكر قلنا فيه بطلان عباده النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم مامنك باطل اندهونه يجلصوبت ما الدليل على بطلان عباده النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم مامنك باطل اندهونه مرجاتكم مندنو الدليل تقول اشهد ان محمدا عبده مرجاتكم اشهد ان محمدا عبده يميلون الذي يدعي ان للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الربوبيه هذا كفر كفر اكبر ما شهد انه عبد رسول صلى الله عليه وسلم كجيتنت يتوسل سلطان الله بلو ميامن ايه تكلنيون مسكر المسكرم مسكرنت علصتم والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا عبد رسول صلى الله عليه وسلم اني بارع عند بلا وقال لفاطمة رضي الله عنها سليني من مالي ما شئت يعني الذي اقدر عليه هو النفقه للجاتو لفاطمة كغنزلي يفلكشون طيقين بلواتال ايه معناتاتشو اني يمشلو ممجب ويمجبوچن مشفن نو اندمالاتاتشو لا اغني عنك من الله شيئا لا قليل ولا كثير كالله سبحانه وتعالى قال كالله سبحانه وتعالى قال منم على بقاشم تنشم تلكم بيهون علاتال شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الشجة تكون في الرأس وفي الوجه خاصة قطع جرح رسول صلى الله عليه وسلم يا أحد كنت فنكته ما فنكت مبالو كان قلت بلاي جنك الله تحتشو أكبابي سيارة. لا يستطيع أن يدفع عن نفسي أدنى أذية فضلا أن يدفع عن غيره رسول صلى الله عليه وسلم دليل وصوي كرنا كساتهم أذان مكلاك الألشالون القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا يا نبي صلى الله عليه وسلم يقرب زمد مهون منهم يميتكمون غير يلم نزي بوتالا الذي يغني هو الايمان بالله سبحانه وتعالى يميتكمن ان يميابكن بالله سبحانه وتعالى ما من بتش اذا بطلت عباده النبي صلى الله عليه وسلم غير باب اولى رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم مملك باطل كونه ليلوچنا طرف مملك من يميانغاكر نغير اذا هل بعد هذا يعبد غير الله كذي ولد بهالا كالله وجه الله كان مملك ينربت علينا في احد يعبد جيفه ميته عندندو يموتن ريسان يمملكال والله في بعض الدول تعبد قبور اكرمكم الله لحيوانات بل كلاب اكرمكم الله بالله من الله عندند اغروش لاي يموت يتكبر يمملكبت الله بل اليوم وش يمملكبت اغرانا حتى ان في دوله من الدول سقطت الطائره ايام الحرب العالميه والان قائد الطائره هذا اظنه من اليابان فالان ضريح يعبد من دون الله عندهم عند غزي ياباني مسلني قالوا بطورنت غزي يونه وف ودك يا وف اسكاون درس يمملكبت هنيت الله كيف نعبد اصحاب القبور كيف نعبد الجيف يا قبر بالبيتوچ انديت نعملكالن ريسان انديت نعملكالن يا رجل في قريه من القرى كان اكرمكم الله لديه حمار يعمل عليه يونه قدر اكبابي يونه سو يميسربت اهيا نبر ثم مات اكرمكم الله هذا الحمار يا متبت فهذا الرجل قال والله لا اترك هذا الحمار اكرمكم الله تاكل السباع الكلاب وكذا لا لابد من دفنه ايه يموتوا اهيه انسسا اورين ديبلوا على فكرن بدي تامر على البنيه فخرج هذا الرجل في اطراف القريه
يسو كذا يقتر كتما وتقبله وحفر 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 ووضع أكرمكم الله الحمار كقفر مهلا أهيا وتكبر ورجع لبيته متعب نام وده بيت متانا بتمدك متهنيا خرج رجل من أهل القرية كما بيسويش عند سويت أنا وهو يمشي وإذا بالقبر حديث كذا يسو عديس يتكبر قبر الملكة فجاء لأهل القرية وقال يا أيها الناس نانت سويت شوي هلموا نو طولوا لك تعالوا نو طولوا لك إلى ماذا وديت ما بيهدد قال رجل صالح دفنته الملائكة بليل صالح يهون سو موتو ملائكوش بليل قبروت نوالك طيب رجل صالح دفنته الملائكة بليل يعبد عن صالح يهون سو ملائكوش بليل بقبروت لملك يقبل فأخذ أهل القرية يطوفون يذبحون عند القبر يا ذاك ما بيسويش يعني القبر طواف ما درك جمروا والله يطاف ويحج إلى بعض القبور أكثر من الحج إلى بيت الله الحرام بالله من اللو لا الله سبحانه وتعالى بيت حج كم يدرك لنا طواف كم يدرك يبلده طواف يدرك لنا الحج يدرك استيقظ هذا صاحب الحمار يا أهي وبالبيت مكة بحث عن أهل القرية لم يجد فيها أحد يا كمابي سويت سيف اللقاشو عند مسوي عين يالجو خرج هذا وجد الناس حول القبر سويت بقبر ذو عين يالجو سويت قال ماذا تفعل من لنا متعرف بتالج ويلكم ويل الناس ماذا تصنع من لنا متعرف قال هذا رجل صالح دفنته الملائكة بليل يقوم تان صالح سو نبرة بليل ملائكة قبره وتنام قال هذا حماري كيف تعبد جيف من دون الله انديس كالله سبحانه وتعالى وجهين لموتاه يتامن كالله كيف لا ننكر هذا الشرك الآن الذي نراه انديس يتملكتني الله الشرك انديس أنكر الكذب جيفة يموتنا الذي يتملككون الله لا يغني شيئا من اللي تكمن ما يتمنى يرزقون أو يرزقون الناس رزقي ستعلوا ويس رزقي ستعلوا أصحاب القبور يكبر بالي بكتش ها يرزقون لا يرزقون لا نسو يرزق على الجن نسو يرزقون الثاني من الأدلة والبراهين على عبادة ما سوى الله كالله سبحانه وتعالى وجي سلمي من لكنا قرج تكتايو من رجا الملائكة عليهم السلام تكتايو من نيونتم سلم ملائكة يحصل لهم عند كلام الله سبحانه وتعالى الفزع والخوف الله سبحانه وتعالى بمنا قربت كذيب الآن يدنقط على الفرال فإذا كانوا يخافون من الله إذن هذا دليل على بطلان عبادة الملائكة الله سبحانه وتعالى نمي فاروق هنا يهم ملك دليل لبعض شو من رجات شنا هل يمكن أن يعبدوا لمن لقي قبال لنا الثالث صوت ثانية الشفاعة ملجا الشفاعة عندنا تنقسم إلى قسمين شفاعة لولا كفنا ان الملك هذا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية شرك اكبر يتلغى يتفرق على اي شفاعة يتوجز لنا الشرك ولا شفاعة شفاعة منفية نفاها القرآن يتوجز شفاعة قرآن او جزو يوجزون تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك اكبر الله سبحانه وتعالى وجهك على الاخر يفنق من جنتنا يتلقوا شركنا الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه يترقق قطعه أنه شفاعة الله سبحانه وتعالى لراسه يرقق قطعه تطلب من الله لا من غيره الله يمي فلق يجي كالله يمي فلق ما تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة كالله سبحانه وتعالى يمي فلق شفاعه صوت مسفرته تشالوتي الإذن بالشفاعة يما جمره لما مالد فكر ما دنيته النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يشفع حتى يأذن له الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيفقد الله هل يأذن الله سبحانه وتعالى الأصنام أن تشفع الله سبحانه وتعالى الأوثان يأمن بفقد للأوثان لا تأوثان لا إذا بطلت عبادة ما سوى الله نفسه ما يفقد قل لله الشفاعة جميعا بلاتش محمد بوي من جبات تقال إلى الله بلاتش نعم الرابع أردت اليوم الهداية تنقسم إلى قسمين إلى هدايتين هداية
لهلت قبل ان ملكت هذا هدايه دلاله وارشاد وتبيين وتوضيح وتعليم الناس يمزمروا يمملكت يمدقم نغروتش غلص يمدرك هدايه نعم هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ادري شلال ويملكها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد اذا ساروا على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم تكتلوش مهين ما ادري شلال برسول صلى الله عليه وسلم دعوه من غير لستوالو الرسول الثاني من انواع الهدايه هدايه توفيق هذه لا يملكها الا الله لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا يملكها احد من بعده ሁለተኛው ሂዳያ ተውፊክ የሚባለው የመምራት ሂዳያ የሚባለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚችሉት አይደለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማይችሉት ከሆነ ከሳቸው ውጭ ያለው በፍጹም ሊችለው አይችልም ይሄ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ነው عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب يا رسول صلى الله عليه وسلم አጎታቸው አቡ ጣሊብ ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم الهدايه له صحيح اذا هذا دليل على بطلان الهداية هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء رسول صلى الله عليه وسلم أقوت عشانكم ممرات عشانكم هداية التوفيق الله أنت السات شون دم يشلو ما صحيحنا الله من الله عشان أنت يفلكون أتمرا الله يفلكون مرا يميلون تكسما نعم نعيد مرة أخرى هذا القسم القسم الرابع من أقسام الكتاب ከኪታባችን الثالث ሶስተኛው ክፍል እንደገና እደግምላችኋለሁ نعم الثالث من اقسام الكتاب الادله والبراهين على بطلان عباده ما سوى الله لا احد يستحق ان يعبد الا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وجه يملكوا ነገሮች ባጠቃላይ باطل መሆናቸውን ያየንበት بطلان عباده النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل بطلان عباده الملائكه ملائكه مملكه بطلان الشفاعه لان الشفاعه حق لله والله سبحانه وتعالى لا ياذن للاصنام ان تشفع عندهم طاغوت ما مال لما يجوا الله سبحانه وتعالى يوم القيامه طاغوت يعمل بها يفتح لله وبطلان الهدايه هدايه التوفيق هذه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى يعني مراد هنا هدايه الله انت لا ما من يمشيوا عليه اذا لابد ان نعلم ان العباده حق لله لنوق الكرباني عباده لله سبحانه وتعالى حق ولا احد يستحق ان يعبد الا الله الله انتي لملك الكبو عند من فاذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبيه لابد ان يفرد بالالوهيه بالعباده الله سبحانه وتعالى بجيتنته بتشنيا هنا بتملكنته بتشنيا ادغلنا من كيربالنا نعم اذا بطلت عباده النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مملك باطل هو كما قال بانه ما استطاع ان يدفع عن نفسه ادنى اذيه فضلا ان يدفع عن غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوى شيء كلاكل كساتهم اذان تنش يقول اذان ما كلاكل ونشهد انه عبد عليه الصلاه والسلام ان مسكر الله من ثنيا صلى الله عليه وسلم بارنا من ادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الربوبيه هذا كفر اكبر رسول صلى الله عليه وسلم كجيت الناس يتوسن سلطان الله تشملو يمينسو هي تلقون كفر صرتوا الملائكه هم اقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قرب يهم الملائكه ويخافون الله هم بني فرع اذا لا يعبدون لذلك لملكوا يكفهم وكذلك قلنا الشفاعه المنفيه نفاها القران شرك اكبر تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله لكن الذي يكون لازم شفاعه من كتنا يشرك هو شفاعه القران يوقظه نعم والهدايه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم هدايه التوفيق الهدايه التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم هدايه الدلاله والارشاد والتعليم والتبيين يمام ملائكه ما استمر يوم هدايه رسول صلى الله عليه وسلم ما ادرك يشلال وده حق ممرات هدايه التوفيق ان رسول صلى الله عليه وسلم ما ادرك يشلم يا الله بتشانه اللهم اهدنا في من هديت اسال الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والله اعلم صلى الله على النبي محمد واله وصحبه وسلم